حبيبتي احبائي، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير ان شاء الله، والامور على ما يرام. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال الكارنتيكا اللي حنا في الجهه الشرقيه تاع المغرب كنقولوا ليها الكارن. المهم لهاد الوصفه كما كتشوفوا غادي نحتاجوا بودر دو بوا شيش، لا فارين او فارين دو بوا شيش. هنا انا عندي كميه تاع 400 غرام، فانا ما نحتاجش كامله، غنحتاج غير نصف 200 غرام. وانتم الا بغيتوا ديروها كامله تضاعفوا المقادير. غنحتاج ليها بيضه، غنحتاج ليها مغرفه صغيره تاع الكمون، الملح حسب الذوق، نصف فنجان تاع الزيت، الا كان عندكم فنجان صغير ديروا واحد صغير، تقريبا نصف كذلك تاع الحليب. وغنحتاج الماء حسب الخليط، غنبتديو على بركه الله. صافي هنا كما كتشوفوا انا خديت نصف الكميه تاع الحمص، ها هي كما قلت لكم لا فارين دو بوا شيش. كما كتشوفوا انا غنكتفي غير بالنص باسكو حنا غير زوج تاع الناس، نتوما يمكن لكم تضاعفوا كما قلت لكم. بسم الله غادي نبدا، غادي ندير البيضه ديالي، غندير الحليب، كلشي في مره، يعني ساهله التحضير. ها هي كتاخذ شويه الوقت في الفران باش تطيب، تقريبا ما بين 3 كوار دو حتى لساعه، حيت كطيب على نار هادئه. فهاد الاثناء انا راه درت الفران ديالي كيسخن على درجه حراره 150، نقصت ليها تماما. غندير الملح، الملح كيبقى حسب الذوق كما قلت لكم، انا غنكتفي بهذا القدر هذا. وغادي نجيب كذلك الكمون ديالي مغرفه، انا كتبغي الكمون، غنكتفي كذلك بهذا القدر هذا. نخلط اول حاجه بعد هاد المكونات، وغادي نزيد الماء. الماء انا غادي نعبر بالفنجان باش نقول لكم شحال تقريبا. هانتوما كما كتشوفوا، بسم الله، ها واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، غنكتفي بهاد خمسة الفناجين، يعني اللي درت هو باقي ديال الماء. المهم غنخلط هادشي مزيان، أنا وجدت المول ديالي اللي غندخلو الفران دهنتو بشوية تاع الزيت، نخلطو ونرجع معاكم. صافي هنا من بعد ما خلطتو بغيت غير نوريكم القوام ديالو كيفاش كيجي. هانتوما شوفوا راه كيجي سائل ليكيد بهاد الطريقه هادي. الاشاره انا خلطته بهاد لافوي هادي، من اللي عنده باتور ولا لو برا لي ميكسي بها يديرها. المهم انا دابا كما قلت لكم الفران ديالي كيسخن على 150 درجه حراره، هو كياخد اونطخ ساعه الا ربع حتى لساعه، يعني على نار هادئه باش ما يتحرقش لينا، ونرجع معكم ان شاء الله في الطبق النهائي. حبيباتي احبائي، هذا هو الطبق النهائي ديالنا ديال الكارنتيطا كما كتشوفوا. فها هي خرجت من الفران، كنحمروا لها الوجه ديالها شويه، هكا يجي كلير غوز دوغي يعني كما تشوفوا. وهنايا اني هكا كنقدموها، يعني كناكلوها غالبا مع الهريسه، انا شخصيا كتعجبني مع الهريسه، وكنديروا لها شويه الكمون من الفوق. فوالا كان هذا الفيديو ديال اليوم، الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من الدعم، لي لايك، الاشتراك في القناه ديالي، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. واللي مازال ما نضمش الوصفات نونو يضغط على الزر الاحمر تحت الفيديو، ولما لا تبارطاجي الفيديوهات ديالي مع الاهل والاحباب الى عجبوكم، وتدعموني كذلك على صفحتي على الفيسبوك والانستغرام غوسيت نونو. نضرب لكم موعد باذن الله فيديو قادم. دمتم في رعايه الله، وشكرا على المشاهده.